بسم الله الرحمن الرحيم. كما الله حتى اليوم دري الحمد لله داروا كل شيء الحمد لله، ما سعفناش الحظ، ان شاء الله نعوضوا في المباراه القادمه ضد الجيش الملكي وشكرا. كتعرف كره القدم عباره عن حظ، اليوم الحظ ما كانش معنا، ان شاء الله يكون معنا في مباراه الجيش الملكي. الحمد لله الدراري قدموا مقابله كبيره، ان شاء الله كنوعدوا جماهير جديده على ان هذا الفريق هذا يقول الكلمه ديالو ان شاء الله هذا العام، ويضمن ان شاء الله شي مشاركه افريقيه اللي تفرح الجماهير ان شاء الله. كما كتلاحظ حنا ما نهضروش على اللي ضربت بزاف، كل شيء شاف اليوم على اننا تعرضنا لواحد الظلم تحكيمي. الحمد لله ان شاء الله الماتش الجاي نعوضوا، ان شاء الله نعوضوا ان شاء الله بشي ربح ان شاء الله من مدينه الرباط ونفرحوا الجماهير وشكرا. كيف ما كتشوفي المقابله حاولنا من بدايه المقابله حاولنا نخليو 3 بوان في البلاد، ما كتشافش لينا، دخلنا عازمين باش نخليو 3 بوان في البلاد حيت ضيعنا قبل في الحسنيه 3 بوان. خدمنا السيمانه كامله واحد الخطه هجوميه باش نحاولوا نسجلوا، ما كتشافش لينا في الميطه الاولى وفي الميطه الثانيه كثرنا من الجهود ديالنا وصلنا الشبكه ولكن ما كتشافش لينا نماركيو. ان شاء الله نعاودوا هاد 3 بوان في المقابله الجايه ان شاء الله. سال الجمهور هي راه غادي نبقاو مقاتلين وحنا كلعابه مسطرين واحد لوجيكتيف ديالنا هي ان شاء الله نتبلاصوا باش نلعبوا شي كوب ديال لافريك ان شاء الله. ضروري راه الخصم ماشي ساهل، الخصم ما كيتخبط في النشائس السلبيه، حتى هو جاي باغي 3 بوان ديالو، لقيناه واقف ورغم ذلك حاولنا وصلنا للبوطو، مي كيما قلت لك الكره القدميه هذه ان شاء الله نعاودوا 3 بوان في المقابله الجايه. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.